القضية اللي أنا كنت أسأل بها قضية تهريب السجناء ذي شفتها منها. نعم. هذا شلون بدأت هذه السيناريوهات في داخل السجون؟ من هي القيادات الكبار التي أشرفت على هذا؟ ما هي أول حادث لتهريب السجون بدأت منها؟ داعش أول قاعدة عفو كانوا يستعملون في الطرق نجحوا بها. أولاً أسسوا علاقات حتى مع حرس السجن، أي واحد اللي يعني يشتروهم بفلوس بالدولار. اثنين أكو تواطع حتى من مو كل الناس المحليين، يعني أكو حاضنة خلينا نقول، ولذلك رسموا مخطط رهيب بالذات بسجن بغريب. يعني كانت بحدود 10 سيارات جاهزة واحتلوا السجن وقتلوا بعض الحراس وقسم متواطئين هم انسحبوا وحرروا كل السجناء الموجودين. هاي بدت المأساة. ليش؟ ذول بحدود 1000 واحد من أحتى القيادين اللي دخلوا للموصل. حتى نثبت التاريخ. نعم. سيادة الفريق. نعم. المعلومة كانت متوفرة لديكم أنه في الساعة سين في التوقيت كذا في المكان كذا أن القاعدة ستقوم بالهجوم. أنا مطلع على هاي البرقية في وقتها. نعم. أنا شوف أقول لك. أنا. أريد تثبت لي التاريخ. أنا ما مسؤول على هالقاطع، مو أبري نفسي، بس أنا أيضاً أتابع باعتباري رجل أمن. أنا مو رجل أمن، أنا إعلامي صحفي استقصائي. لما المعلومة كانت موجودة، نعم. ولم يتم التعامل مع المعلومة كما ينبغي ويحدث ما يحدث، هذا ماذا يشير لك أنت كقائد عسكري؟ أخي هاي مصيبتنا. لا، ماذا يشير لك؟ يشير لي أكو تواطئ، أكو إهمال، أكو غباء، يعني عوامل كثيرة. أكو ناس خانوا الوطن، فعوامل كثيرة تشابك مع هذه الحادثة. يعني أنت 10 سيارات من إجت 45 راكب وقفت مكان محدد وبدت تنتظر، زين ما حد انتبه لها، هاي واحد. اثنين هذا السجن، هاي الدقة اللي أطلقوا سراح السجناء كلهم واختفوا، زين شلون عبروا وصلوا إلى المحافظات مثل صلاح الدين أو الأنبار أو حاضناتهم في الموصل، شلون وصلوا وقدروا يختفون؟ يعني تقول الأمر مرتب. نعم. قائد أمر لواء من الداخلية هناك فاتح لحانوت، هذا الحانوت يبيع هذا الموبايل ب30,000 دينار، يبيعه ب30 ورقة، إذا باليوم يبيع له فد 100 تليفون. ب30,000 ب30 ورقة. إيه هو ب30,000 دينار. قارن إيش قد ربح بالتليفون الواحد؟ 30 ورقة. والأكل 30 طيحات. دول يشتروه لأن عندهم فلوس القاعدة وغيرهم يشتروه. زين. هيا واحد متفقوا يا قائد فرقة، هذا الأمر، هذا أمر اللواء، متفقوا يا الأمر ومتفقوا يا القائد أنه أيضا هذا الحانوت حصة القائد وحصة الأمر وحصة الأمرية فاجر مسؤولين. كاظمية، سجل كاظمية. سجل كاظمية. نعم.